يجب علينا أن نفهم عقيدة داعش وعقيدة التنظيمات الإرهابية. هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، وبنفس الوقت خلط الأوراق فيما يتعلق بالعملية السياسية. اليوم إحنا مقبلين على عملية انتخابية، وإذا تراجع الحال أنه كل فترة عمليات انتخابية أو تقترب العمليات الانتخابية لابد أن تتصاعد العمليات الإرهابية من أجل خلط الأوراق فيما يتعلق ب الاجراءات الانتخابية بشكل يعني فقد القدره. تنظيم داعش موجود لوجود الحواضن، وبنفس الوقت وجود الخلايا النائمه اللي داعش خرج من المدن لفتره معينه وسلك او وجد له موطأ قدم في الكوف وفي الجبال، وخصوصا جبال حبرين وجبال مكحول. قاتلناهم خلال هذه الفترة الماضية ونفذنا كثير من العمليات الإرهابية، قتلنا من عندهم 421، ألقينا القبض على 421 إرهابي وقتلنا 322 إرهابي، نفذنا كثير من هذه في كم شهر؟ خلال 6 أشهر هاي الماضية، وهذا الموقف موجود هنا. هذه كل العمليات، لكن انه احنا ما نظهر بالاعلام فيما يتعلق ولا نظهر عمليات القاء القبض خوفا على تسريب المعلومه الاستخباريه، وبنفس الوقت انه هناك اطراف اخرى غير ملقى القبض عليها في المناطق الايواء اللي موجوده بها. دائما العناصر الارهابيه تختفي في المناطق السكانيه، إلا أنه بالفترة الأخيرة حاول الخروج من المناطق بالضبط إلى المناطق النائية